قبل ما ابدا كده حابب اشجعكم ان الناس تستمر في السعي بتاعها وان هي تتعب وتكمل. انا عارف ان البدايه الفصل ده بالذات بيبقى في منتصف السكه، فانت بتبقى واصل لمرحله هو انا ايه اللي انا بعمله في حياتي ده، هو انا ايه العذاب اللي انا بتعذبه، ايه اللي كل يوم بصحى اذاكر درس اروح درس ارجع من درس اذاكر درس امتحن شامل امتحن امتحان على كل درس، وتحس نفسك مضغوط من كل الاتجاهات، اهلك في البيت ضاغطينك، المدرسين اللي هو احنا يعني عاملين لكم امتحانات وضاغطينكم، استرس النوم، قلقان طول الوقت، حاسس ان انت متاخر، حاسس ان المناهج بتتراكم عليك، حاسس ان انت مقصر في مذاكره كيمياء ومقصر في فيزياء واحياء، حاسس ان انت مش قادر توصل لنقطه ترضي نفسك عن نفسك، فالموضوع بيبقى صعب جدا، فتفضل تفكر تفكر في التفكير ينهش في عقلك وينهش في جسمك وينهش في كل حاجه في حياتك، وتلاقي نفسك كده عاجز قدام كل الامور دي. أرجوك سيب الدنيا تمشي لوحدها، أنت بتعمل اللي عليك وما بتفكرش في نتائج تانية، أنت مش مطلوب منك تصارع كل هذه الصراعات في حياتك، أنت راجل دلوقتي مطلوب منك تذاكر وتحل وتجتهد، أنا بعمل اللي أقدر عليه، أنت قدرتك تذاكر مثلا وليكن 5 ساعات، ذاكرهم يا عم مالكش دعوة بحاجة تانية، بس خلي بالك وأنت بتذاكر تكون بتتعلم من أخطائك، بتذاكر بطريقة صح، بتذاكر بشكل كويس، بتذاكر بتركيز، ما تبقاش بتذاكر وأنت فاتح موبايل، ما تبقاش بتذاكر وأنت عقلك مشتت في أمور كتير. طيب يا دكتور انا عندي مشاكل في البيت وصراعات بين بابا وماما وبين اخواتي وبين الدنيا خربانه جدا وانا مش قادر اركز في مذاكرتي. انا عارف ان كل الناس في بيوتها في معاناه كبيره جدا، مفيش بيت سليم في مصر، مفيش بيت مستقر بشكل كامل، كل الناس بتعاني من هذه القصه. طب ايه دوري انا وانا في ثانويه عامه؟ دوري ان انا احاول افصل بين هذه الامور وبين هذه القصه خالص. انا دلوقتي وقت المذاكره بحاول اصفي ذهني خالص، بحاول اهدى جدا واركز في اللي انا بعمله. في مشكله بره انا ماليش دعوه، انا مش وقته، انا مش طرف في هذه المشاكل اللي دلوقتي شغاله. انت سنه بتحدد مستقبلك، فدورك ان انت تركز هذه السنه في هذه القصه. انا عارف ان انتم مضغوطين، بندعي لكم كلنا، اهلكم مهما كانوا بيضغطوا عليكم وبيقولوا لكم ذاكروا، هم من محبتهم مش عايزينكم تكونوا الصوره اللي هم دلوقتي فيها. يعني لو اب ما اتعلمش بشكل كويس فنفسه ابنه يتعلم، لان العلم حلو جدا، والاهل اللي ما عندهاش اي مشكله تقطع من جلدها ولحمها وتدي لك عشان خاطر تتعلم. طيب انا معلش اهلي طريقتهم صعبه في التعامل في ان انا يقولوا لي ذاكر وما تذاكرش والكلام ده كله، حبيبي هم اتعاملوا كده زمان فما تجيش تلوم عليهم دلوقتي، مع اني انا دلوقتي بقول انت رحله شفاك من اي تشوه حصل فيه قبل كده دي مسؤوليتك. هم ما كانش متاح لهم الفرصه الشفاء من هذه الامور، من هذه المعتقدات، توارثت الفكره ان اللي يجيب درجات ويدخل كليه من كليات اللي هم مسمينها كليات القمه ده اللي نجح والباقي كله فشل، مع ان الحقيقه والواقع والحياه بتقول عكس ده، في ناس كتير جدا، في ناس كتير جدا ما دخلتش كليات ما يزعم ان هي كليات قمه اللي هو طب وهندسه والخ وصيدله والكلام ده كله اللي قاعدين بيعانوا في شغلهم اصلا، في ناس تانيه دخلت كليات تانيه ونجحت اكتر مليون مره منهم، مش بحب المقارنات ولكن انت بتسعى تعمل اللي عليك والله ليه خطه ومشيئه في حياتك بيقدمها لك بيقول لك خد انت هتنجح في المكان ده طول ما انت كنت امين طول ما انت كنت بتعمل اللي عليك. طيب نبدا.